مساء الورد حبيباتي، اليوم حابة أسوي لكم شاورما السمك على طريقتي وكلش طيبة ولذيذة، وأتمنى تجربوها. التتبيلة مالتها اللي بالنسبة إلي أني أحط بيها ثوم وملح وفلفل مثل ما تشوفون، وأحط بودرة الثوم، وهنا حطيت بودرة البصل، وحطيت شوية زيت وزيت زيتون وشوية ليمون، وممكن تحطون بهارات السمك بهذه الخطوة حتى تزيد مثلا نكهة أكثر. ممكن تحطون الشطة أو الفلفل الأحمر. وهنا تجيبون الستيك، ستيك مثل أي نوع ستيك تريدون، ما تتحددون به، وتخلطوها وتحضروها بهذا الشكل. وهنا خلطتها كل زين وخليتها لحد ما احضر السياخ، او هنا عندي القرعه او يسموها القرع، ما ادري شلون ايش يسموها، لها مسميات كثيره انا حبيت استخدمها، لان هي بعد كلش طيبه لما مثلا تروح للفرن تنطبخ على البخار السمك او البخار الفرن، كلش حلوه. وشوفوا حطيت 3 سياخ وركبت الستيكات، ستيك الشاورما بطريقه عشوائيه بهذا الشكل حتى تطلع شكلها حلو. بعدين شوفوا كيف حطيتها بهذا الشكل، يعني عشوائي، ما مو لازم تكون مرتبة، هي بعدين راح يطلع شكلها كلش حلو. شوفوا طبعا انا اختاريت اقدمها بهذه الطريقة، لان انا من الناس اللي تحب القرع هذا او القرع مسمياته. وهنا انا حابه ازينها اشوف الشكل ايش قد حلو، والله يعني اتمنى تجربوها كلش حلوه. وهنا فوق راح احط البصل وطماطه، طبعا انتم تقدرون تحطون الشيء اللي تحبوه، وراح احطها بالفرن حوالي ساعه وربع او ساعه ونص مثل ما تحبون. هاي بعد ساعه وربع طلعت النتيجه، يعني اكتفي بها لان انا ما حر يكون كثير يابس يعني. وهنا انا قدمتها بهذا الشكل، وهسه راح اراويكم شلون راح اقطع القرعه، وطبعا والله كلش طيبه طلعت، وتستحق الواحد يجربها ويقدمها لضيوفه حلوه. وشوفوا القرع من قطعته شلون مطبوخ حلو وطعمهم كلش طيب، وان شاء الله تعجبكم. وعلينا وعليكم بالف عافيه.